التي جاءت في القرآن عن الإمام الشافعي، يقول فيما يروى عنه، وأنا أنقل الكلام ليس بالنص وإنما بالمعنى، يقول هذه الآية: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول هذه الآية هي منقبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من منقبة السجود لآدم. قال له: وكيف ذلك؟ قال: لأن السجود لآدم أولا مضى وانقضى، يعني الآن موجود السجود لآدم؟ لا، هو موجود. وثانيا من الذي قام بها؟ الذي قام بها فقط الملائكة. الملائكة فقط، فقط الملائكة. أما الصلاة على النبي فإنها يصلون، يصلون دي في اللغة العربية فعل مضارع، الفعل المضارع يصلون يفيد الدوام والاستمرار والتجدد، مو إن الله ملائكته صلى، يصلون يعني يصلوا في الأولا ولا يزالون يصلون وإلى ما شاء الله.